ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعات، تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فام. مرحبا بكم ناس الكل، انتم في الاستماع لإذاعة الحياة فام. هذا موعد جديد من ريكاب ميدي من نص النهار حتى لساعتين كالعادة، نرجو فيه على أبرز الأحداث الوطنية والدولية في تونس وفي الخارج. تنجموا تسمعونا على البوندا فام 90.3 وإلا على الباج فيسبوك متاعنا إذاعة الحياة مقابلة بالفرنسي الحياة فام، أو بيان تسمعونا على لايف ستريمينج على السيت ويب متاعنا الحياة فام .net. رحب بفريق العمل معايا اليوم، أمنا بوخيت في الأخراج التقني للحصة، سيف بولعرس في الديجيتال، معكم سهم حمدي من توا حتى لساعتين في ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعات، تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فام. شنو يستنى فيكم لليوم في ريكاب ميدي؟ باش نحكيو على المعلم اللي ابتكر روبوت يدرس التلامذة ويراقب حالتهم النفسية، وخاصة الجدل اللي تابع المعلم هذايا ومعناها إمكانية تعرضه إلى عقوبة. شنو صحيح وشنو الغلط في هذا الموضوع؟ باش نحكيو عليه اليوم في ريكاب ميدي. باش نحكيو زادة على التطورات في الأراضي الفلسطينية وفي القدس المحتل، وخاصة الجهود الدبلوماسية المبذولة والاجتماعات العربية بخصوص الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. أيضا بتكون عنا قراءة اليوم في الأعمال الرمضانية والقضايا الاجتماعية المطروحة في مسلسلات رمضان وطريقة تناولها وتداعيتها على المجتمع وعلى القيم. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. نرجع فيه على أبرز الأحداث في تونس وعلى صعيد الدولي، وكالعادة البداية تكون بالأكتواليتي. أكتواليتي. الأكتواليتي. في الأكتواليتي لليوم نحكيه على معلم يبتكر روبوت يدرس التلاميذ ويراقب حالتهم النفسية اللي صار عليها برشا جدل. أكيد باش نحكيه عليه، ولكن قبل كل شيء خلينا نستقبل الأستاذ في التعليم الابتدائي نور الدين بالعيد. سي نور الدين بالعيد، عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. مرحبا بك ومرحبا كافة مستمعي إذاعة الحياة فام. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سي نور الدين، في البداية لو كنت تحكينا على هذا الابتكار، روبوت يدرس التلامذة ويراقب حالتهم النفسية، قديش استغرق وقت معناها لهذا الابتكار، وتعطينا أكثر تفاصيل عليه. والله روبوت انتليجنس ارتيفيسيل، معناها ارتيفيسيل ريال، حاولت نوظف فيه التكنولوجيا المتاحة الكل، خاصة التكنولوجيا الأخرانين، إنه يساعد في برشا حاجات، منها تقديم الدروس، جذب الانتباه بتاع التلامذة، في روم يزير إن التلامذة زاد يكونتاكتوا الواقع توقيه والمستقبل متاعهم، يبدو أجور معناها مع التكنولوجيات الحديثة. واحد اجتهدت بما أمكنني، وأنا معلم، أنا أستاذ تعليم ابتدائي من النواب اللي خارج الاتفاقية، من جملة زملاء مبدعين برشا، معناها عندهم برشا مشاريع وبرشا إضافات للتعليم، حكم اللي الرسالة متاعنا معناها نحاولوا نطوروها ونوصلوها بما أمكن. الروبو خذي بريسك طوعام، لأن في أكثر من فيرسيون، اجتهدنا أن يكون حاجة أكسبتابل حتى شكل أننا تملئني نفسية التلميذ، وأنا ما هوش ديما مش يكون أمبليكي مع لعبة وكذا، يشوف حاجة طاير ييل، يشوف حاجة متقدمة شوية يتعايش معها، تولي لبانال وبروشين ما مش يصنع لنا كيفها ألف مرة وخير ألف مرة. وحاولت نوظف فيه أن اللي يكون الربوع دائما أنا قادر على تقديم دروس بطريقة مختلفة على اللي قدمها المعلم، يعني توكي مثلا نبرمي له وجه نستعمله داتا شو والكذا، هو يوفر أكثر من أكثر بحكم اللي عنده حاسة السمع، إنه قادر يكون منها متفاعل مع التلميذ، إنه قادر يجاوب، إنه قادر يورينا دي فيديو، يفسر ظاهرة معينة كذا، هذا يصيبه منها البرمجة اللي تبرمج فيها، مخدوم بالذكاء الاصطناعي،
زدنا طورنا فيه انه يكون فيه فيزياليزاسيون انه يشوف تلامذته يعرفهم يعرفني انا يعرف الزملاء بتاعي باش يكون اكثر يكون اكثر واقعي لنفسية التلميذ اللي ما عادش يحب يرك حاجة هكا لعبة حاجة ما عندهاش كذا ثم تبع معناه اللي نجم يتجاوب معاهم يعني يتجاوب مع التلميذ يتجاوب بيان بيان وهذا مو ديما سويفون تجربة يبدأ واحد امبليكي في مدرسة ديما تجرب مع التلميذ وترى هم شنو التفاعل بتاعهم وتحاول تمشي في الحاجة اللي هم هكا انت رسيبت نجم انت في اللاجة دي طريق الحاجة دي كراي التليفون تعلق بينما ما ينتبهيش التلميذ وحاجته بلغة هكا لغة هذيك اللي يلزمك توفريها له فيق بها وقت اللي انت تبدي معناها هو معاك في القسم وقاعد يتفاعل معك الروبو هذاك حاولت ان نمشي زادة في الجانب النفسي بحكم اللي التكنولوجيا هي تنجم معناها توفر لنا حكايه الفيزياليزاسيون والتعرف على الاشخاص ومشينا اكثر في التعرف على النفسيه نتاع التلميذ يعني ديما احنا الجانب البشري نجم يغفل على برشا حاجات وفي كلاس وكومبري نتاع 30 و40 و25 انا ما كنتش مش نجم تكون ملمه بكل شيء انا الروبو حاولت نوظف التكنولوجيا هذه سي نور الدين كيفاش تفعلوا معاه الوليدات التلامذه يعني والله الوليدات تعرفي عندي امل كبير ياسر عندها نشأة رائعه جدا جدا هو عطيها جيست الفا لولا تخرجيها مك العقليه المتداوله مستحيل وماهوش ممكن وما تنجمش وسايبه عليك وكل حكايه هذيك اللي فيه يروح حاجه كاي باش تبنت وكيفاه وبدو يروا فيها اللي هي حاجه بسيطه واللي هم قادرين انهم يعملوها وتشوف الابداع يا مدام هي في اطار نادي منا وقت اللي جوك تلامذه من غدوه وجايبين بلونات في جيوبهم وبيتين ساهرين عليها كاي واسمه كان نزيدوا كابتير هذا كان نعملوا هذه معك هذه يبدو زادك السنوات الاولى والثانيه وكذا يبدو هكا منبهرين وانا نهار كامل هم تقدر يدوروا بهم انا كرفاس ويحب يمس وهذه زعما كرتون هذه زعما يعني تعمل على عينيهم استاذ الاغلبيه بون الرياليزاسيون تكون في الاتيليه على خاطر المصنعان معناها يلزم ماتريال اللي ماهوش نتاع قسم لكن التركيب نتاعو يصير باريتاب لان يجي هو ديتاشي يوصل للقسم يبدا يتركب معناها قدامه خاطر تصير ساعات كاي الواحد يقول كلام بعد يوظفوه كيفاه راهو ماناش في اطار الدرس معناها نبدو نركب ونصب وندرى شنو كل حاجه في بلاصتها اللي انا تخدم في اطار نادي مدرسي اسمه نادي عرفته للذكاء الاصطناعي الخدمه اللي تتجاوز اكثر من نادي نرجع بها للاتيليه نتاعي ونصر للصباح وكذا باش نرياليزي الحاجه هذيك مي كي يبدا حتى في الكور انهم يروا كيفاش قاعده ليزيتاب نتاع معناها المونتاج نتاعو وبعد كي يدخلوا في الدرس نحاول نابليكي حتى في تدخل نتاع 4 ساعات حاجه ممتازه على الاخر يعني نحكوا على امكانيات معدومه روح المبادره بركه معناها الواحد يحس روحه راضي على نفسه مع ان زاد حتى الزملاء يبدو هكا ابليكيف الحكايه ويحبوا حتى هم يضيفوا كذا وعندهم انجازات وكذا الناس الكل كانوا يقولوا هكا اللي انتريسي غدوه انت ايش نجم تجيب انا هو اللي يجيب حاجه خير هذا الكل يمشي لصالح التلميذ فهمت هذا لصالح التلميذ في المدرسه الابتدائيه باولاد الشامخ نذكروا من ولايه المهديه سي نور الدين بلادي يعطيك الصحه على هذا الابتكار وما بثيته معناه في روح التلامذه وفي نفسيتهم وكل اما فما جدل صار سي نور الدين احنا حابين نحكيوا اكثر على الابتكار هذايا ونثمنوه ونثمنوا الرسائل نتاعو شنو هو الحكايه سي نور الدين نتاع ابعادك من المدرسه وشنو هو الجدل اللي صار هذا الكل والله جدل أنا جدل غايب المشروع أصلا أنا في وقت اللي يعرفه القاسي والدانية اللي احنا النواب الخارج الاتفاقية ديما نتعرف المظالم وكذا بحكم اللي احنا اللي واحد من 15,000 نايب رزق في تونس أنا ينجم تصير لك مضايقات وكذا لأن ما عندناش قانون يحمينا واحد من جملة هم يقولوا طردوه لتجاوز التفكير مش عارف ما تماش التهم هذية وأصلا كلمة طرد معناها أصلا ما هيش في الإعلام لو يتجاوزوها شوي هي قاسية وكبيرة شوي ما نرى فيها معناها ما هيش لك بالنسبة لي معناها تخلط في جريات من جملة الزملاء
عملاء رنا يعني نعطوا على وظيفة نابرة ويخلص ساعات مرة بعد بعد عام. أنا شنو جبت له كي مستغربة يسألوني كذا أنت فين؟ أنت تجي إذاعة مش تصور مش مش يصوروا في مدرسة. قلت لهم لا راني مانيش في إطار مدرسة راهو تم تعويضي. كيفاش تم تعويضي؟ قلت له راني دخلت في اعتصام جملة النواب والنواب أنواع وأشكال اعتصمت. يا أخي لقيت اللي ثم أمر مستغرب أنه في ظرف زمني وجيز من نتاع الجماعة تم تعويض ما احتجتش حتى طرف إلا زميل وكذا لكن من بعد بقيتك اللي حريص نجيش نيابة ظرفية أخرى اللي ولا معناها مرافق بإجازي نوردين بربي. تمش تسوية الوضعية متاعك فمش بوادر لتسوية الوضعية بربي بإجازي تم تصعيد معناها من المندوب ربي يهديه وكهو حتى نمشي على نيابة ظرفية اللي كانوا يعطوا في نيابة ظرفية متاع 15 يوم في 18 ساعة يعطوه جو في يعني معناها زوج نيابات واحدة أسندوها الزميلة صحفرها معناها قالوا لأن بطاقة التعريف نتاعها فيها فيها كذا على أسباب واحد والثاني قلت له ما هي 25 ساعة مش حتى 18 بركة معناها هي أصلا تتفقل الكاهل واضح به سي نور الدين. وزارة التربية ما تفعلتش لا لا حتى طرف في انتظار التفاعل أكيد باش نتابعوا هذا الموضوع. نشكرك برشا سي نور الدين بالعيد أستاذ تعليم ابتدائي في المدرسة الابتدائية أولاد شيمخ من ولاية المهدية. شكرا لك على قبول التدخل معنا. ريكاب ميدي يا سي حمادي البقلوتي ناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. سي حمادي عسلامة مرحبا. مرحبا بك وحيا المستمعين. مرحبا بك. دونك سي حمادي باش نحكيه على معناها أوضاع اللاجئين في تونس. فما احتجاجات يعني لتوي لهالفترة دي تقريبا من نهار 15 أفريل الحالي هناك احتجاجات قدام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس مقرها في تونس العاصمة. تقريبا 150 متظاهر. شنو نجم نقولوا على وضعية اللاجئين في تونس سي حمادي؟ تونس في تاريخها قبلت ياسر اللاجئين وقت الثورة الجزائرية لكن هذوكم ثم تصاهر وتقارب بيناتنا الليبيين كذلك في 2011 اللي هما نوعية أخرى من اللاجئين اللي هما اللاجئين الأفارقة من مناطق جنوب الصحراء. الجانب هذا جانب خطير جدا خاصة أنه ما نعرفوش عليهم الكثير. والحاجة الأخرى أنه تونس ما عندهاش قانون متاع اللجوء السياسي وهما في النهاية أكثرهم جايين باش يواصلوا في اتجاه الحرقة الأوروبا يعني. وبالتالي المشكلة ما هيش مش ناس لاجئين خرجوا من بلادهم من أجل الموضوع معين. هما جاوا فيهم اللي كان في ليبيا والله أعلم مش كان يعمل في ليبيا ثم دخلوا عن طريق الحدود. فيهم اللي وقع انتشالهم في عمليات متاع حرقة في اتجاه أوروبا وقعدوا في تونس. هنا ثم دور دولي مجتمع الدولي يجب يقوم بدور ويساعد تونس أولا لإعادة الناس هذوما لبلدانهم وربما إذا كان ثم جانب تشريعي فلا بد القيام به لأنه وضعهم كله مش مستقيم. زاد عدد كبير معناها من اللاجئين هذوما خاصة الأفارقة اللي يدخلوا إلى البلاد التونسية. اسكو نعرفوا الأرقام نتاعهم بالضبط؟ اسكو كلهم معناها مسجلين في السجلات معناها نتاع السلطات التونسية ولا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؟ سمعنا زاد برشا مرات في بعض الحالات خليني نقول يتعرضوا إلى عدة ممارسات ساعات عنصرية ساعات معناها اعتداءات يعني مختلفة. هي الحقيقة الجوانب نتاع اللاجئين في تونس. احنا نحبوا ناخذوا أكثر تفاصيل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس. هذاك علاش معنا سي نوفل التونسي تو سويت في الانترفيو دي جوغ. انترفيو دي جوغ سي نوفل التونسي المنسق الميداني للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس. عسلامة مرحبا بك على إذاعة الحياة فم. عايش مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي راديو حيث فان. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سنوفل اليوم نتابعوا في الأخبار احتجاجات أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس في مقرها في تونس العاصمة. تقريبا انطلقت نهار 15 أفريل الحالي في البداية. وقبل ما نطرقوا ونغوصوا أكثر في ملف اللاجئين المتواجدين في تونس لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل على الأعداد متاع المحتجين على أبرز المطالب متاعهم. شكرا. احنا توا الى حد امس معناها عدد المحتاجين اللي امام مكتب المفوضيه بلغ 200 شخص.
من جنسيات مختلفة، فيهم لاجئين طالبي لجوء وبعض المهاجرين اللي هم ما همش مسجلين لدى المفوضية، وفيهم أيضا بعض المهاجرين اللي وقع دراسة طلبات اللجوء متاعهم وقع رفضها نهائيا في حق اللجوء منذ فترة. الطلبات متاعهم هم طلب وحيد، معناها الاعتصام هذا بدأ في تونس معناها منذ 3 أيام، معناها جاءوا تونس، لكن قبل هذا معناها كان موجود في على مكتب مفوضية اللي في جرزيس ولاية مدنين، لأنه معناها احنا سنة 2022 فما بعض الصعوبات المادية للمفوضية، ومنذ شهر نوفمبر 2021 علمنا البعض من اللاجئين، مش الكل، بعض عدد من اللاجئين على كامل التراب التونسية مش بالجنوب فقط، اللي كونوا نظرا للصعوبات المادية رأوا باش يقع تخفيض في المساعدات اللي ياخذوا فيها أو قطع المساعدات لبعض منهم، لأنه حتى المساعدات أو السكن يتوفر لبعض من الطالبي اللجوء هو لفترة معينة إلى حين يقع تسوية الوضعيات متاعهم. العديد منهم زاد في المقابل اللي باش يقع قطع المساعدة وقع تمكينهم معناها من فرص نتاع عمل عن طريق شركة نتامس، فرص بعقود، لكن العديد منهم رفض، فما اللي قبله، العديد منهم اللي رفض المساعدة هذه ورفض معناها قطع معناها فض العمل ورفض قطع المساعدة. شنو السبب؟ هل يكمن في طبيعة العمل مثلا المقدم بالنسبة ليه، ولا شنو السبب اللي خليه يرفض؟ والله العديد، لأنه يقول لك معناها العمل بمعنى الإدماج في الدولة التونسية، والعديد منهم معناها تشوف الطلب متاعهم اليوم يقول لك الإجلاء، معناها إعادة التوطين. العديد منهم الطلب متاعهم هو عدم البقاء في تونس واللجوء في بلد ثاني، بلد غربي. هذا معناها الهدف. دونك احنا حاولنا نتحاور معهم منذ فترة، حتى لما بدأت الاعتصامات في مكتب أمام مكتب جرجيس، ثم معناها تطور الوضع وقع اقتحام مكتب المفوضية معناها منذ 14 مارس بعدد معناها من المعتصمين، وقع إعاقة عمل المفوضية لمدة شهر، وصلنا للتحاور معهم، وحتى من قبل ما يقع الاقتحام قلنا لهم ما فهم حتى مشكل، معناها حتى القرارات اللي اتخذناها بقطع المساعدة ممكن مراجعتها، ممكن تمديد فيها لفترة معينة إلى أن يقبلوا بالحلول اللي احنا المفوضية تشتغل عليها، لكن وقع رفض قطعي. ونحب زادا نزيد نأكد، خاطر ما يروج له أنه المفوضية غلقت المبيتات وطردت مئات من المبيتات وكذا، هذا مش صحيح. المفوضية لم تغلق مبيتات، المفوضية زاد لما وقع الطلب مجموعة منهم من مغادرة المبيت مجموعة، لأنه المعتصمين كما حتى اللي موجودين 200 معناها فيهم 30 أو 34 شخص ليس من مشمولات المفوضية، هذوما جدد، فما عدد منهم غادر المبيتات من تلقاء نفسه انضمام معناها للمتظاهرين، والهدف منه على أمل يقع الإجلاء، معناها المفوضية عشرات اللي وقع تطبيق عليهم الموضوع هذا، لكن بالنسبة للخروج كان بصورة تلقائية للعديد منهم. سينوف، انت قلت معناها مثلا المعتصمين هما من جنسية مختلفة، كلهم الساعة جنسية إفريقية ولا فما جنسية عربية أخرى معه؟ جنسيات معناها من جنوب الصحراء، معناها معظم من جنوب الصحراء، معظم من جنوب الصحراء. به، وهل تونس اليوم قادرة إنها توصل معناها اللاجئين هذوما إلى بلدان غربية؟ احنا العمل متاع المفوضية ويعرفوا الناس كل اشنية الحلول الدائمة اللي تشتغل عليها المفوضية، فما بالنسبة للاجئين، اللاجئين مش طالبي اللجوء، اللاجئين، هناك العودة الطوعية لما تتوفر الظروف العودة إلى بلد الأصل. الحاجة الثانية هو الإدماج المؤقت في بلد باللجوء، هو بتمكين فرص العمل إلى غير ذلك. والحل الثالث اللي هو إعادة التوطين. إعادة التوطين هذا فما نسبة عدد معين قليل اللي معناها يقع إعادة توطينهم من جميع البلدان، مش من تونس فقط، إلى بلدان غربية. احنا بالنسبة للسنة الفارطة، رغم اللي صار معناها شوية تعطيلات في دراسة الطلبات في السنتين الأخرين نظرا للكوفيد، لكن رغم ذلك السنة الفارطة وقع إعادة توطين 76 شخص إلى بلدان مختلفة. السنة زاد مواصلين للعمل في دراسة طلبات إعادة التوطين لمن تتوفر فيهم الشروط حسب الهشاشة
نتاع الافراد او العائلات مواصلين في العمل هذايا لاعادته، لكن عمليه الاجلاء الذي يطالبون بها معناها كمجموعه 200 او 300 شخص غير ممكن التوفر. لكن احنا مواصلين عمليه اعاده التوطين ودراسه الطلبات، وفما من ضمن المحتاجين من ضمنهم فما عندهم طلبات نتاع اعاده التوطين وقاع تقديمها لبلدان اعاده التوطين ونستناو في الاجابه فيهم. وقديش تقريبا الرقم؟ انت قلت سينوفل انه هما تقريبا 200 شخص، مش ممكن الرقم هذا معناها تونس تكون قادره انها تعمل على اعاده توطينهم. قديش مسموح مثلا؟ في حدود 70 يعني كما قلت لنا عم ناول. والله لا، انت وكل سنه كيفاش معناها ما عنديش انا قدامي الاحصائيات، فما احيانا فتنا حتى للرقم هذاك معناها في اعاده التوطين، لكن هي الاجراءات تطلب وقت، تاخذ وقت الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه احنا وافقت بلدان اعاده التوطين نجموا مثلا في السنه نجموا نقدموا 150 200 ملف لاعاده التوطين، لكن تنجم بلدان اعاده التوطين تقبل منهم 50 100 سديبون انت والعدد اللي يقبلوه. احنا ديما نشتغلوا كيما قلنا، راهو مش كل اللاجئين معناها راهو تتوفر فيهم زاده شروط اعاده التوطين، لانه ماهوش حق مكتسب اعاده التوطين. اللاجئ هو يبحث عن الحمايه، يبحث على بلد في امان لانه فر من الاضطهاد. معناها هذيك حاجه ثانيه، اذا كان ثم بعض صعوبات في الادماج الى غير ذلك نلتجئ الى عمليه اعاده التوطين، وما يمنعش حتى الاشخاص ولا اللاجئين اللي اعطيناهم فرص نتاع عمل، خاطر نعرفوا احنا حتى العمل في تونس ماهمش الكل معناها بصوره معناها بطريقه رسميه العقود نتاعهم، معناها فما دون لانفورمال البعض فيهم اللي قاعد هذوك، زاد احنا نشتغلوا لعمليه زاد الطلبات نتاع اعاده التوطين، مش بمعنى لقاو فرص عمل تقف معناها امكانيه دراسه طلباتهم لاعاده التوطين. سينوفل، شنو هو الفرق بين اللاجئين وطالبي اللجوء؟ اللاجئ هو شخص اللي توفرت فيه الشروط وتحصل على صفة اللاجئ. بالنسبة لطالب اللجوء هو في مرحلة أولى، أي شخص لما يجي يتصل بالمفوضية يعتبر طالب لجوء، يقع دراسة الطلب بتاعه، وفي صورة ما حسب المعلومات اللي قدمها تتوفر شروط حق اللجوء يقع مده بصفة اللاجئ، هنا يصبح لاجئ. لكن ما يمنعش اللي كونه اللاجئ وطالب اللجوء يتمتعوا بنفس الحقوق اللي تنص عليها والواجبات اللي تنص عليها اتفاقية 1951 اللي مصدق عليها الدولة التونسية. سينوف مرحبا بك. تفضل. يعيشك. سيادتك ذكرت انه الموجودين في تونس هما من بلدان جنوب الصحراء. باش المستمعين يكونوا يعرفوا المناطق هذه اللي هي تشاد والنيجر ومالي وثم حتى ما بعد نهبطوا شوية يعني أكثر، أن هم البلدان في البلدان هذوما اللي فيهم ظروف سياسية أو حرب أهلية اللي هما عندهم أولوية في اللجوء في تونس أو في أماكن أخرى. هما احنا كما تعرف فما نزاعات تختلف من بلد او وضعيه تختلف من بلد الى بلد ثاني. احنا من ضمن اللاجئين عندنا مثلا من السودان، وتعرفوا الوضع نتاع السودان. نعم. وفما العديد منهم زاد من دارفور بالذات معناها. فما اليوم تنطبق عليهم صفه اللاجئ. فما الوضع احيانا زاد توا في الوضع في اثيوبيا ماهوش معناها مستقر، فما فيهم اثيوبيين، فما من اريتريا نعرف، ومعناها حتى زاد التجنيد القسري معناها للاطفال معناها يقع الاعتراف بهم زاد كلاجئين. معناها انت والوضع نتاع البلدان، ما تعرف وضع احيانا يكون مستقر احيانا لا. مثلا احنا في الوقت الحالي الايفواريين كانوا في فتره معينه يتحصلوا على اللجوء، لكن نظرا للوضع نتاع الساحل العاج ما عادش تغير، ما عادش نفس الشيء، ما عادش يتحصلوا على صفه اللاجئ الا اعداد قليله وقليله جدا، وتقع دراسه الطلب معناها بالملف. سينوف، المفوضيه عندها سجل اكيد نتاع اللاجئين وطالبي اللجوء، نجموا نعرفوا قديش من مواطن اجنبي في تونس يعني من اللاجئين وطالبي اللجوء؟ بالطبيعه احنا عندنا قاعده بيانات فيها جميع المعلومات بالنسبه للاشخاص اللي تصلوا بالمفوضيه. عندنا الى موفى شهر مارس 2022 عندنا ما يقارب 9547 لاجئ وطالب لجوء، فيهم 3300 لاجئ، وما ما ما همش قدامي الاحصائيات معناها نعطي فيك ابروكسيماتيف،
فما 6200 طالب لجوء. النسبة الكبيرة من طالبي اللجوء هو من ساحل العاج من الكوت ديفوار. عندنا بين لاجئين وطالبي اللجوء من ساحل العاج 3500 وعدد، فيهم 60 لاجئ فقط والبقية طالبي لجوء. وبالنسبة للعدد الكبير من اللاجئين هم من الجنسية السورية، عندنا ما يفوق 2500 لاجئ سوري، وهناك معناها بعض الجنسيات أخرى، عراق، فلسطين، عدة جنسيات ثانية. لكن العدد اللاجئين اللي موجودين في تونس 3300 وحاجة، هذا الرقم الأخير. واضح. به سينوفل نتابعوا زادة في كل مرة هكا بعض يعني الأحداث اللي تصير في تونس، من أنه هاو أفارقة تعرضوا إلى الاعتداء وإلى ساعات إلى العنصرية، قاعدة تتابع المفوضية، توصلها تشكيات في هذا الغرض؟ شوف احنا فما صحيح الأحداث كثرت خاصة في المرة الأخيرة، معنى هذا النوع من المشاكل اللي موجودة. فما زادة فما المهاجرين اللي موجودين في تونس، لأنه المهاجرين اللي موجودين هم ليس تحت ولاية المفوضية، المفوضية تشتغل على اللاجئين وطالبي اللجوء فقط، لكن المهاجرين فما وكالة ثانية اللي هي الهجرة الدولية، بالنسبة زادة تعتني بالناس اللي مسجلين لدى الوكالة، لأنه كما المفوضية مثلا السوريين، أنا قلت عنا 2500 سوري، لكن في تونس الأعداد السوريين أكثر بكثير، نجم يكون 10,000 15,000، لكن المسجلين لدى المفوضية هم 2500. إذا الأحداث هذه تقع، احنا بالنسبة لنا كل من هو لاجئ أو طالب لجوء يقع أي إشكال قانوني أو مشكلة أو اعتداء أو مظاهر عنصرية ولا حاجة، ويقع حتى إجراء قضائي عنا عن طريق المعهد العربي لحقوق الإنسان اللي هو الشريك للمفوضية، هو اللي يقوم بالتتبعات القضائية وللدفاع عن حقوق اللاجئ، وهذا موجود. وعنا تصير بعض الحالات، تصير معناها بعض المشاكل بين لاجئين في بعضهم، بين لاجئين وبعض التوانسة، وعنا المعهد العربي لحقوق الإنسان هو اللي قاعد يدافع على حقوق اللاجئين والطالبين اللجوء. سينوفل نختم معك بسؤال بخصوص يعني مجهودات المفوضية، وإلا شنو قدامها أنها تعمل خاصة أمام رفض المحتجين اللي هم عددهم تقريبا كما قلت سيادتك في حدود 200 شخص، للحلول اللي تعمل عليهم المفوضية؟ احنا المفوضية تعمل بالطبع بالشراكة مع الحكومة التونسية والشركاء نتاعها اللي هو مجلس تونسي للاجئين، اللي يقوم كل ما هي مساعدات حتى اجتماعيه والتعليم والصحه، المعهد العربي لحقوق الانسان كما قلت معناها متابعات معناها الحالات اللي القضائيه، وجمعيه تامس لتوفير مورد الرزق من عمل او بعض المشاريع حتى بالشراكه مع التوانسة. احنا النشاطات نتاع المفوضيه واضحه، وفسرنا لهم حتى المجموعه شنو هي الامكانيات نتاع المفوضيه، وقلنا لهم عده مرات بالنسبه للمبيتات مفتوحين والكلهم ينجموا يرجعوا للمبيتات، عندنا مبيت في جرزيس ومبيت في مدنين، لكن فما رفض قطعي. المساعدات قلنا لهم حتى اللي وقع قطع المساعدات يقع مراجعتها ورجع المساعدات. احنا قاعدين نحاولوا اعاده التوطين، قاعدين نواصلوا في دراسه الطلب، موقفناش لاعاده التوطين، لكن العملية الإجلاء معناها قلنا لهم الظروف غير متوفرة صعيبة، صحيح من حقهم الاعتصام بصورة سلمية بدون معناها الإضرار لا بالمؤسسات أو بالأشخاص، لكن فما عندها قدرة معينة المفوضية وعندها الولاية متاعها واضحة، نحاولوا باش نلقاو حلول، الحوار متواصل معهم ان شاء الله يكون ديما فما تجاوب، الى ان لانه فما تجاوب لكن فما اصرار على عمليه الاجلاء اللي كيما قلت اللي هو معناها صعيب ياسر في الوقت الحاضر. فما فيهم نساء زاده سينو في المعتصمين واطفال زاده بالطبع، واحنا قاعدين نبحثوا توا على امكانيه باش نشوفوا مقر، خاطر هما مطالبات نتاعهم قالك احنا المجموعه كامله 200 وينجم قابل للارتفاع الرقم هذايا، فهمتني، طالبين معناها باش الكل يكونوا في مقر واحد صعيب ياسر، فهمتني، لانه زاد حتى السكن معناها عنده دي نورم بالنسبه لنا، ما تنجمش تحط عائلات وصغار مع شباب ولا دي مينور مع شباب، معناها فما دي نورم، فهمتني، كيما جاري المفعول معناها على مستوى ولايه مدنين للمبيتات،
بالنسبه للمبيتات كما قلت مفتوحين، احنا قاعدين نبحثوا هنا نشوفوا شنو هي الامكانيه، نشوفوا مع السلطه زاد اذا كانت الدوله كما تعرف راه حتى الدوله عندها مسؤوليه كبيره ياسر اللاجئين اللي موجودين وطالبين اللجوء على التراب التونسي. احنا كمفوضيه العام تاعنا هي مساعده دوله للتخفيف عن العبء، قاعدين نشوفوا مع بعضنا نلقاو شنو هي حلول اذا كانت الدوله ممكن زاد يقع توفير مركز ايواء مؤقت للمجموعه هذه يا حبذا، خاصه كما قلنا للنساء والاطفال زاد كمرحله اولى. قاعدين نشوفوا باش نخفوا معناها من الوضعيه اللي هي صراحه وضعيه مزريه معناها من مكتب مفوضيه فهمتني، وحتى اعاق العمل نتاعنا حتى الموظفين ما نقدروش نشتغلوا بالطريقه هذه. ان شاء الله نشوفوا نلقاو حل في الايام القليله القادمه وحل يرضي الجميع ان شاء الله يا ربي. نشكرك برشا سي نوفل التونسي المنسق الميداني للمفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين بتونس، يعطيك الصحه على تدخلك معنا. ريكاب ميدي، ريكاب ميدي. ماضي ساعة وسبعة دقائق على إذاعة الحياة فام، يعني الوقيت هذي نحكيه على أبرز التطورات في الأراضي الفلسطينية وفي القدس المحتل. تابعوا بكل اهتمام ما يجري في الأراضي الفلسطينية، خاصة مع تواصل الاقتحامات للمسجد الأقصى ومواصلة استفزاز مشاعر الفلسطينيين وكافة يعني المواطنين العرب اللي يؤمنوا القضية الفلسطينية. تدسويت باش يكون معنا الدكتور جاد إسحاق مدير معهد الأبحاث التطبيقية في القدس في الانترفيو دي جور. انترفيو دي جور. الدكتور جاد إسحاق مدير معهد الأبحاث التطبيقية في القدس، أهلا وسهلا، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. دكتور جاد عسليمة مرحبا. دكتور جاد عسليمة مرحبا على إذاعة الحياة فام. دونك نشوفوا الإشكال متاع صوت مع زميلنا سيف بول عريس، نحكيه على الوضع في الأراضي الفلسطينية آخر المستجدات الميدانية في غزة في القدس وفي الأراضي الفلسطينية. دكتور جاد إسحاق عسليمة مرحبا على إذاعة الحياة فام. مساء الخير لكل جميع المستمعين والمشاهدين. اهلا وسهلا بك دكتور جاد، نتابع في التطورات الميدانيه في الاراضي الفلسطينيه مواصله اقتحام المسجد الاقصى في خطوه متواصله لاستفزاز المشاعر الفلسطينيه والمشاعر العربيه بصفه عامه، اين تتجه الاوضاع في القدس اليوم دكتور جاد اسحاق؟ واضح انه ما تسعى له اسرائيل هو تغيير الوضع القائم منذ الاف السنين وتقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا، وهذه الخطه وضعت منذ فتره طويله وبدات اسرائيل تنفذها من خلال خطوات احاديه الجانب هدف أصرلة المدينة المقدسة من خلال المشاريع المختلفة التي تبنتها من حيث الاستيطان ومن حيث تهويد المناطق العربية. حاليا معظم المناطق العربية التي كانت تعرف بأنها مناطق فقط للفلسطينيين أصبحت حاليا هي مناطق مشتركة كما هو الحال في الشيخ جراح وكما هو الحال في سلوان. هناك أكثر من 180 منزل مهدد بالهدم، وإسرائيل ضربت بعرض الحائط بكل ما القرارات التي خرجت سواء من مجلس الأمن أو من الجمعية العمومية وحتى القرار الذي أخذ في قبل ما تولى ترامب قرار 2334 الذي امتلعت فيه الولايات المتحدة عن إدانة إسرائيل، حتى هذا لم يتم تنفيذه من قبل الإسرائيليين.
طيب دكتور جاد، الأوضاع يعني الميدانية في الأراضي الفلسطينية وفي القدس وفي قطاع غزة، كل مرة تكون فما يعني قصف وشن لعمليات يعني إسرائيلية في قطاع غزة، هل هذا يمهد الطريق نحو اندلاع انتفاضة جديدة ربما في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة؟ يعني أنا الانتفاضة لا يمكن أن تقوم من خلال توجيه من الخارج. أي انتفاضة هناك عوامل محددة لإقامة لاشتعال هذه الانتفاضة. جميع الدلائل تشير أن فلسطين مرشحة إلى اندلاع مثل هذه الانتفاضة، ولكن لا نستطيع التنبؤ بموعدها وأبعادها. متى ستنطلق لا أحد يستطيع أن يتحكم في ذلك، ولكن واضح أن جميع الظروف مهيئة لمثل هذا الوضع. للأسف لقد ترك الفلسطيني لوحده في الميدان، وإسرائيل تستغل الأوضاع الإقليمية والدولية، فهي حاليا حولت الضفة الغربية إلى ورشة لتنفيذ مخططها في ضم معظم أراضي الضفة الغربية من مشاريعها الاستيطانية، واستغلت الأزمة الأوكرانية بهدف إحضار ما يقارب من 110,000 يهودي أوكراني. دكتور جاد مرحبا بك. دكتور جاد مرحبا. نعم هلا. ذكرت سيادتك أنه هناك استفادة من الوضع العالمي اليوم، إسرائيل وجدت نفسها في طريق مفتوح، العالم الكل متجه أنظاره نحو ما يقع في أوكرانيا ومع روسيا والمشاكل الاقتصادية. في نفس السياق نرى أن اليوم أتابع أن الدول العربية والإسلامية وكأنها تخلت يعني ولو بصفة جزئية على القضية الفلسطينية، ولاحظوا أنه آخر مبادرة أو حديث عن هذا الموضوع صدر عن تركيا اللي هي حليف استراتيجي مع تركيا، فما رأيك في هذا الموضوع؟ يعني رحم الله أمر عرف قدر نفسه. لقد أصبح واضحا أن العالم العربي لديه من المشاكل وما لا يستطيع تحمل أي إجراء سواء عسكري أو دعم، ومعظم الدول العربية نجد أنها تسعى من أجل الحفاظ على نوع من البقاء وليس أكثر. فبالتالي هناك أزمة ضخمة ما بين المواطن العربي والذي نفهم مواقفهم، ولكن لا نستطيع أن نقول ذلك عن الحكام العرب، بدليل ما تم من خلال محاولات التطبيع المختلفة التي جرت في العام الماضي. فلا نستطيع أن نعول كثيرا على الحكام العرب، ولا نستطيع أن نعول على موقف ثابت من جامعة الدول العربية التي أنا في رأيي أنها تعاني سكرات الموت. وللأسف علينا أن فقط أن نؤمن بأنفسنا لا أكثر ولا أقل، وأن نترك لهؤلاء المرابطين وشباب القدس هم يدافعوا عن الأقصى ويدافعوا عن القيامة ويدافعوا عن قضية فلسطين. دكتور جاد، أنت في الحقيقة جاوبتني على سؤال قبل ما نقوم بطرح سؤال عليك. كنت باش نسألك على انتظارات يعني الفلسطينيين بخصوص الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية
المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، اللي ينعقد اليوم هذا الاجتماع في العاصمة الأردنية عمان، وأنت أجبت أنه الفلسطينيين لا ينتظروا أي شيء من مثل هذه الاجتماعات. نعم، وهذا كان واضح من البيان الذي صدر، هو بيان هزيل لا يرتقي إلى حجم القضية، و يعني الأقصى والقدس هي عاصمة الإنسانية، لا يمكن أن تترك كما هي بيد ولاة المستوطنين. جميع محطات التلفزة تشهد على ما يجري في القدس، ومع ذلك لم نرى تحرك يليق بما يجري. وأين يعني لا أريد أن أكون متشائما، ولكن يعني أصبحنا عبارة عن يعني مشاهدة خلال رمضان، يروا الناس ما يجري في القدس ولكنهم لا يقوموا باتخاذ عملية يعني إجراءات ترقى إلى مستوى الحدث للأسف. أنت أستاذ جيد إسحاق قلت وأن الحل اليوم هو لأبناء الشعب الفلسطيني بعد ما عبرت على خيبة الأمل من القرارات العربية على مستوى الرؤساء وزعماء العرب اليوم. هل يمكن تجاوز الخلافات الفلسطينية للتقدم في إيجاد حل على أرض الواقع في فلسطين؟ هذه الطامة الكبرى أننا لم نستطع في وجه الإجراءات الإسرائيلية أن نلغي هذا الخلاف الذي سيعصف بالقضية الفلسطينية للأسف. ومع كل احترامي للفصائل الفلسطينية المختلفة، ولكنها لم ترتقي، فلا يمكن أن نخوض معركة بمثل معركة الأقصى ومعركة القدس ونحن مقسمون ما بين غزة والضفة، ما بين فتح وحماس والشعبية والديمقراطية. الآن الأوان لأن تتكون قيادة وطنية موحدة ونزيل الهوة الساحقة ما بين القيادة وما بين الشارع الفلسطيني. نسأل السلامة لكافة الشعب الفلسطيني. دكتور جد إسحاق، مدير معهد الأبحاث التطبيقية في القدس، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة ويعني تلبية يعني تفضلك بالتدخل معنا على إذاعة الحيتفين بخصوص القضية الفلسطينية. احنا بعد شوية باش نحكيه على قضية أخرى تهم المجتمع التونسي، المسلسلات الرمضانية والمضامين الواردة في أعمال هذه ومدى تداعيتها وتأثيرها على المجتمع التونسي والقيم في مجتمعنا. ريكاب ميدي. أوقيت ديفيغ نيوز. ديفيغ نيوز. في ديفيغ نيوز سي حمادي البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام باش نحكيه على الأعمال الرمضانية، مسلسلات رمضان اللي تونس الكل يبدأ يستنوا فيها في العادة، يظهر تبدلت في السنوات الأخيرة المعطيات، وقاعدين نلاحظوا في تندر من المجتمع التونسي من عدد كبير ولا جزء كبير خليني نقول للمضامين الإعلامية الممرة في المسلسلات الرمضانية. ضيفي لليوم مختص في علم الاجتماع الأستاذ معاذ بن صير، اللي قاعد يتابع عن كثب في الأعمال الرمضانية، يكتب يتدخل في الإذاعات في التلفازات، يعبر ويعطي في قراءات لهذه الأعمال الدرامية وخاصة مدى تأثيرها على المجتمع التونسي وعلى القيم وعلى الناشئة وعلى الوليدات الصغار اللي هما قاعدين يتابعوا في هذه المسلسلات. عسلمة سي معاذ بن صير، مرحبا بك على إذاعة الحيتة فهم. مرحبا بك سي، مرحبا بك المستمعين. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة سي معاذ بن صير المختص في علم الاجتماع. كيفاش تابعت الأعمال الرمضانية السنة في رمضان وقراءتك لأبرز الأعمال؟ شكرا أولا على الاستضافة، ثانيا لعل مفهوم الاجتماع أو مختص الاجتماع قد يقدم قراءة لبعض الأعمال الدرامية تعتبر نوعا ما دخيلة على الأعمال الدرامية وعلى المشهد الإعلامي والدرامي عموما في تونس.
خاطر في الدول الأخرى وخاصة في الدول المتقدمة وجود المختص في يعني الاجتماع أو المختص في يعني من النفس أو المختص في التاريخ ضروري لبعض القراءات التي تهم المواضيع أو ما تهم محتوى الأعمال الدرامية. احنا في علم الاجتماع خاصة انه الأعمال الدرامية هي تقدم للمجتمع والأعمال هذه الببليك متاعك سيبلي أو الجمهور أو المتقبل هو من المجتمع ومن الشعب اللي عندك. دونك نحكيه على طرف مهم جدا اللي هو المجتمع. إذا في قراءتنا أو في طرحنا السوسيولوجي نتحدث دائما على فحوى المضامين الإعلامية والدرامية، المواضيع التي طرحت داخل هذه الأعمال، مدى تطابق هذه المواضيع أو هذه الظواهر مع الواقع الاجتماعي التونسي، هل أنه المجتمع التونسي قد يتقبل بالإيجاب أو بالسلب هذه المواضيع ومثل هذه الطرح الدرامي. هذا كل إيجابات أو الإشكاليات نحن كمختصون في علم الاجتماع نجيب على هذه الأسئلة بطريقة واضحة وبطريقة مباشرة بدون أي خلفية ذاتية بدون أي خلفية شخصية بقدر ما أنه يكون قراءة موضوعية. إذا عندي فترة لا بأس بها لمدة 4 أو 5 مواسم نتبع الأعمال الدرامية، خاصة اللي لقيت روحي موجود ولازم يكون حاضر ونقدم قراءاتي في ظل الموجة متاع عدم الرضا قبل بعض المشاهدين التونسيين عن الأعمال الدرامية. وخلنا نبسط أكثر، التونسي يقول لك هذا ما هو مش متاعنا، اللي نتفرجوا فيه غريب علينا. المنتوج الدرامي اللي قاعد يسوق في الأعمال الدرامية خاصة في شهر رمضان ما هوش وقته، ما هوش متاع رمضان. نخافوا على المجتمع، هناك تميع للمجتمع، هناك نوعا ما صناعة الرأي العام، هناك بعض الحويج وكلك أو بعض الظواهر اللي ما لازمش تطرح في رمضان، ونخافوا على شبابنا وعلى صغارنا وما يتأثروا. خاصة هنا نتحدث على ثلاثية الجنس والمخدرات والعمر. المواضيع هذه سهام سمحنا دخلت أختي هكا نحكي ديريك المواضيع هذه أو لزاكس هذا بتروزاكس، أغلب الأعمال الدرامية في تونس ما بعد 2011 تتحدث جميعها إما على الإدمان أو على العمر أو على الجانب الجنسي والتحرش أو غيره من المواضيع المطروحة اللي شفناها. إدمان جمال خد مش نسهل ونجيوب تنجم تقول لي شبيك مستغرب هذا الواقع. اتفق معه ونقول انه الواقع التونسي تشكو من عدة او يشكو من عدة ظواهر سلبية بما فيها الثلاثة اللي حكينا فيهم، لكن انك على مر سنوات تشد تشتر في هالمواضيع هذه وتعاود وتكرر كل سيزون وكل رمضان، واللي نقول لك انت لان ماكش قاعد نقدم في قراءة للواقع او للظاهرة بقدر ما انه هناك تصبح خلفيات اخرى غير منزهة. النجم اننا نحكي في سيزون عن ادمان، النجم نحكي في 2 سيزون ماكس. اما انه في 5 سيزون ولا 6 ولا 7 وانا نعاود ونكرر ونقول ثم ادمان مخدرات وا 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 لهنا اخطر في حد ذاته. لكن وخاصة سي معاذ هو انه كيف نصوره مثلا بطل في مسلسل يتعاطى المخدرات يمارس العنف وهو بطل ونصوروه يعني في صورة هلامية كبيرة ياسر وتتأثر بهم بعد شباب، وشفنا الظاهرة متاع التتواج يعني الوشم اللي صارت بعد اقتحمت المجتمع والشباب الكل تلقاها موشم، يعني قديش تأثر. لو كان نرجع شوية المسلسلات قبل اللي لليوم متأكدة للعائلات التونسية تحط المسلسلات القديمة اللي هي متفرجة فيها ومستهلكة ولكن تقعد تعاود تتفرج فيها، يا أخي المسلسلات القديمة ما تناولتش ظواهر اجتماعية ولكن مش بالطريقة هذه، مش بال يعني متركاج يعني على مثلا المرأة، صورة المرأة يعني في تونس والحلقات اللي تبعوا البارح المسلسل الكل متاع مسلسل براءة خلينا نسميه خط العبيد تبع وإنها تبع مش معناها عجبها المسلسل تلمو، فما جدل عليه الحقيقة على هذا المسلسل. المرأة التونسية اللي تنجم تتخطب لثلاثة رجال من نفس العائلة البو والزوز أولاد، هي أول حاجة نحب نوضح ياسر خط الساعات هي خلنا نحكي بصفة شخصية يقول لي هكي تنتقد وتتبع جسوي أوبليجي ونقروح لازم نتبع باش نجم نقدم القراءة متاعي أو الطرح متاعي، ما نجمش أنا السهام
تكلمني اختي سيما تقول لي بالله سيما هذا انت اونطون كو سوسيولوج اعطيني الطرح نتاعك واعطيني موقفك او اعطيني قراءتك للعمل وانا نكون ما تفرجتش لا لازمني نتفرج بهذا انا شخصيا تقول لي التونسي يتفرج ويسب سامحني في الكلمه بين ضفرين اي نعم اول حاجه ما عندك اسبيك التونسي في حد ذاته فضولي هذا ما نجموش ننكروا احنا التوانسه ساعه تبدا متعدي في الشارع وفي الكيس وتشوف عركه تشد فراغ وتقف وتحب تنسلس وتحب تعرف شكون متعارك وكيفاه وين شنو صاير لا لشيء الا هكا اكلوا في بين ظهرين فما بالك بعض هالجدل اللي صار على مسلسل براءة نعاود نقول في خضم هذا الكل مع شخصية التونسي كما تحدث عليه دكتورنا منصف والناس الله يرحمه انه شخصية التونسي القاعدية يعيش عدة تناقضات التونسي التونسي راه فيه عدة تركيبات وعدة شخصيات في شخصية واحدة عادي راه ما يتفرج فيك وبعد يمشي يتفرج وعادي يشد البيت يتفرج فيك وبعد يكتب ستاتيو يقول له هو ما تفرجش راه تركيبه غريبه وغريبه جدا وهذا ان شاء الله نعملوا في بلاتو اخر ومش نفسر عليه في التوك به نرجعوا دونك المواضيع التي طرحت خلينا نكونوا اكثر دقيقين نحكي على مسلسل براءة والجدل اللي صار وخاصه انه احنا نحكيوا على ما يسمى الزواج العرفي وانه المشرع التونسي قد حسم الامر منذ مجله الاحوال سنه 56 فيما يتعلق بالمساله نتاع الزواج العرفي والقانون التونسي واضح والعرف الاجتماعي التونسي كذلك واضح معناتها ابار انه سيهم خو اختي القانون واضح يقول لك لهنا معناتها يمنع من عم بتيت الزواج بمراه اخرى مراه ثانيه عكس الدول العربيه الجوار التي يمكن لهنا الزواج بثانيه وثالثه واربعة تونس لا كانت رائدة على مستوى ترسانة القوانين التي قامت بحماية العائلة التونسية أولا وحماية المرأة التونسية ثانيا زي العرف الاجتماعي أنه في بعض ربوع البلاد العربية حتى لو كان القانون يجرم أو يمنع مثل هذه الممارسات العرف الاجتماعي قد يقبل معناتها اجتماعيا المجتمع يقول لك عادي خليه ياخذ زوج وخليه ياخذ ثلاثة وقلنا كسبت ما عندنا حتى مشكلة المجتمع التونسي والعرف الاجتماعي التونسي لا يقبل مثل هذه الممارسات معناتها هذه أمور أفصلنا فيها لكن رغم اللي وصلنا في المواضيع هذه إلا أن المحاكم التونسية إلى الآن تغزو مثل هذه القضايا في هذا الغرض الرقم الذي سوق نعتبر أنه رقم يعتبر ما بين إحصائية السوداء ما عند إحصائية السوداء أنه برشة بالستاتيك نون ديكلاري أو برشة حالات نون ديكلاري نقول في سنة 2013 نعطي رقم أنه ثم أكثر من 8000 حالة زواج عرفي أختي سيام 8000 حالة نحكي عليهم رغم 83% داخل فضائيات الطلابية ما بين طلبة نحكيه في 2013 فيما بعد تونس ما بعد الثورة في ظل نظام حكم نوعا ما مازال ماهوش مستقر في ظل فوضى اجتماعية عاش المجتمع التونسي في 2011 و2012 و2013 وانهيار المؤسسات ككل كمؤسسة الدولة كمؤسسة الأمنية مؤسسة الرقابة مؤسسة قضائية دونك ثم نوع من الهروب من العقاب نوع من الهروب من التتبعات الجزائية شفنا تنامي الظاهرة في عدة أسباب أخرى نجم تقول لي معالج بينا في 2022 مازال الطرح هذا موجود نقول لك الاحصائيات في 2020 تتحدث عنه عندنا اكثر من 1900 حالة زواج عرفي موجوده كيما سمحني سهام قاعدين نحكيوا على مسلسل تحكيوا على الحرقه والقانون التونسي كيف واضح وفيصلي خاصه في الذي يكرر عمليه الهجره اللا نظاميه قاعدين نحكي وزادة كيف على التحرش أو الاغتصاب القانون التونسي زادة كيف كان رائد في القوانين هذه وقاره هذا العملية تمنع منع بتاتا ويتم معاقبة كل مخالف نحكي على المخدرات داخل الأعمال التونسية كيف القانون التونسي فصل فيها حتى الزواج العرفي راهو اليوم الموضوع الذي طرح في خلال مسلسل براءة على ما يسمى الزواج العرفي قد فتح الأبواب عن عدة نقاط كانت ما بين المسكوت عنها داخل المجتمع التونسي ونحكي أنا معك كسوسيولوج عديد الحالات اللي كانت قبل عاشت تجربة الزواج العرفي أو كانت زوجة ثانية وكانت خايفة لهنا من نظرة المجتمع لها أو خايفة كذلك من زوجها المجتمع أو المسلسل قد أعطى نوع من التشجيع النفسي والاجتماعي ونشوفه في الشرف هذا المحاكم التونسية هناك الاجتياح نوعا ما القضايا في هذا الغرض يعني نحكي في الجانب الإيجابي في إثارة الموضوع الجانب السلبي خاطر الكل راهو فينومين في الجانب الإيجابي وفي الجانب السلبي الجانب السلبي أنه قاعدين نحكيه على ثنائية التأثير والتأثير
انه حتى لو كان الصوره التي قدمت او التي روجت عبر هذا العمل هدفها ما خلنا ننزه شويه اخويا مثال احنا سيم الفهري هدفها القاء الضوء على الظاهر هذه الا انه ثم شكون قاعد يتاثر والا انه المواضيع هذه طرحت داخل العائله التونسيه وما بين بعض الزيجات ما بين لي كوبل وبوركوا با نجم ناخذ امراه اخرى وما فيها باس تحكيها اللغه هذه او تحكيها الديسكور هذا داخل بعض العائلات كيف ثم شكون تاثر ثم شكون تاثر صحيح هناك بعض الصور اللي نعتبرها بين ضفرين كمشاهده وليس كمختص في علم الاجتماع هي دخيلة نوعا ما على المجتمع التونسي كما قلت انت سهام خاصة انه بنية يخطبها البو وزوز اولاده النجم انا لهنا اذا سنتحدث بالمنطق او بالرؤية او بالنظرة الدينية سنتحدث انه حتى التاريخ الاسلامي قد عاش بعض الوقع المشابهة انه البنية تحلف عين البو وتحلف عين الولاد ان شاء الله شنو يصير يعني شنو صار يعني في الحالة هذه تزوجت شكون ولا ما تزوجت حتى حد لهنا نحكيه في الواقع متاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي عملية التبني والصورة التي نزلت في عملية منع التبني الخاطر لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد أعجب بزوجة ابنه ولهنا هبطت آية في الغرض وقد منع التبني بالسؤال لهنا تصبح تحل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دونك التاريخ العربي الإسلامي وحتى التاريخ الحديث قد تحدث على مثل الواقع نجم هنا نستحضر حتى الواقع متاع هارون الرشيد وابنه المأمون وكيف الزوج زوجه بنفس الفتاة دونك التاريخ العربي الإسلامي الحضارة العربية موجود هذا الكل نو احنا ديما خاطر كي تجي تحكي معاه راه كيما نحبوا نسمعوا الجانب الاخر الجانب الطرف الاخر راه لازم نسمعوا دو فيرسيون الا انه راه نعطيك انا نعاود كل كا اكسبيرونس سوسيولوجي شخصيا عشت حالات مشابهه وشفت انه حالات نتاع عنف وشفت انه ثم بعض الاباء اللي وصلت بهم الجرأه طلقوا ابنائهم من زيجاتهم وخذوهم البنات النساء شخصيا عشت في حالتين كيما هكا وموجودين وكنت قريب ليهم ان طونك اكسبير كسوسيولوج موجود لكن حالة تعتبر شاذة وشاذة ويكاد ما يسمعش بهم الواحد الا اذا كان يعني يعرفهم مباشرة معناه ما يسمع بهم حد اختصار لكن احنا اللوم انه حتى لو كان يسمع بهم حد تقدمهم في الاعلام تقدمهم في الدراما ويصبح لنا كانه هذا المجتمع التونسي لا سيدتي هذا بعض الحالات القليلة الشدة من المجتمع التونسي النجم لنا سؤال آخر نقول لك راه الطرح الاجتماعي داخل المواضيع الدرامية راه هدفها إصلاحي سيدتي العزيزة وهذا الدور الأول خاطر ساعات يقول لك لا أخوي مش دور الدراما أو الإعلام يصلح لا لأن المجتمع أهم عنصر من عناصر المجتمع ومن عناصر الثقافة هو الإعلام ما نسموش نكروش شيء هذا ودور الاعلام ودور الدراما بصفه اخص خاطر الاعلام مفهوم كبير ياسر نحكيو في الاعمال الدراميه نحكيو فيه انه هدفها النهوض بالمجتمعات وهدفها تقديم صوره جيده للمجتمعات وقيم ورسائل تربويه واخلاقيه هذا قريب بعض الكومنتات يقول لي ما هو دور الدراما انه يعطيك مساج ولا يصلح لك لا يصلح طبعا نستحضر نستحضر انه المسلسل اللي قاعد تو يتعدى في مصر أمال فاتن حربي هكا كما مش غلط متاع نيلي كريم بطولة نيلي كريم وقد فتح الأبواب على مشكلة المرأة المصرية ما بعد الطلاق وكيف المرأة المصرية بعد الطلاق لا تتمتع بحقوقها المدنية ما عندهاش الحق في الحضانة ما عندهاش الحق في غيره في غيره الموضوع المسلسل اطرح موضوع كبير وكبير ياسر واليوم المشرع المصري عاود عن طريق مجلس النواب قعد على الطاولة وقاعدين يحلوا في الدوسيات هذا في ثنائية التمييز ما بين الرجل والمرأة وفي المجتمعات الذكورية في المجتمع المصري في المرأة ما عندهاش براتيكمون حقوق وإن حتى لو كانت تعاود باش تحب تعاود تبني حياتها وتدخل ما بعد الطلاق تلقى لهنا تعرض كبير من السلطة أو من المجتمع أو من العائلة ها هو كيف الإعلام الحرقة زاد مشكور كذلك عن طريق عن طريق صديقنا الأسعد المخرج وعماد حكيمة كاتب السيناريو تحدث على ظاهرة الهجرة اللانظامية وفي الجزء الأول شنو الشاب أو الفرد شنو يعيش في ظروف مشومة في مراكب الموت والضفة الأخرى في الجزء الثاني شنو قاعدين يتعرضوا في مراكز الإقامة في مراكز الاحتجازية وكذلك ملف الآخر سمحني النقطة هذه تفضلي وملف البربيشة
اللي موجود داخل المجتمع التونسي. تفضل فيهم. به انت اشرت لحاجه مهمه ياسر سي معاذ، هو انه مثلا المسلسلات والاعمال الدراميه تسلط الضوء على الظواهر. وقتاش نجمو نحكيوا على ظاهره في مجتمع هي تبدا منتشره بصفه كبيره، مش حاله شاذه ولا زوز حالات كما مثلا اللي كنت تحكي فيه سي معاذ اللي طلق معناها ولده من مرته بعد تزوجها، هذه تقعد حاله ممكن العباد ما تسمعش بها بالكل، دونك لا ترتقي الى ظاهره اصلا ساعه باش نحكيوا عليها. ودور المسلسل هو انه يوصل مساج لها الظواهر كما شفنا المسلسل اللي حكيت عليه انت في مصر، اللي هو اليوم منطلق المسلسل مثل منطلق لتغيير التشريعات بخصوص الظاهرة الموجودة هذيك. دونك عنده رسالة مهمة ياسر اللي يقول اليوم انه ليه انا نطرح كما نحب ومن وجهة النظر متاعي وتلع شنو هذا راهو غلط. شنسألك على حاجة اخرى سي معاذ، ما تراش انه لازم المختصين مثلا مختص في علم الاجتماع مختص نفسي علاش ما يكونوش حاضرين في كتابه السيناريو في كتابه المسلسل؟ شكون عيط له؟ صحيح هو لهنا تفضل اذا ثم ضيفك في طار التفاعل نتسالش باش من كان عندك سؤال. تفضل سي حمادي. تفضل سي حمادي. مرحبا سي معاذ، انا متفق معك تماما انه العمل الدرامي هو بالاساس ابداع، والابداع يلزم يكون في صوره جميله، وما نراه في الاعمال الدراميه هي صوره سيئه، دم وكلب ميت والجزائري المجرم والمراه سيئه والرجل سيء. تراش انه عندنا مشكل اخر اللي اكثر عمق، هو انه التوانسه ماناش عارفين احنا شكون، يعني على مستوى الجانب القيمي انه القيم نتاعنا ما عادش عندنا قيم ثابته. وذا راهو على فكره لو تسمح نرجع بيك لحكايه الحاج كلوف، نفس الشيء اللي كان زاد انا اعتبره من المسلسلات السيئه، يعني راهو العمل الدرامي راه مش كان اليوم وقع استعمالها سابقا زاد. مشكوره. اول حاجه على مستوى الطرح والاشكاليه الجوهريه، وكنت تحدثت فيها سابقا انا سي حمادي، قلت انه المجتمع التونسي حاليا عنده مشكل نتاع هويه. نحن ما حناش عارفين احنا شنو، وهيك عليه قلت انا تو ما حبيش نحل فيه برشا بارونتيز خاطر نتمنى ان شاء الله في حصه اخرى نحكيوا فيه. وخلنا نعطي انا هنا كونكلوجن صغيره للساده المستمعين، ونعطيك زاده كرجل علم كرجل مثقف عندك الاجابه وسؤال استنكاري نوعا ما، انه المجتمعات التي تمر بالثورات تعيش نوع من اضطرابات الهويه والقيم والمبادئ، وهيك عليه شفنا هي حاجه اعتباطيه تمس المجتمعات التي ضربتها الثوره، وهيك عليه شفنا في تونس بعد 2012 و13 و14 المواضيع التي حسم فيها الامر على مر سنوات طرحت من جديد كمواضيع المثليه الجنسيه كمواضيع المساواه في الميراث وغيره. هذه حاجه نعتبرها حاله صحيه للمجتمعات التي تمر بالثورات. إلى الآن في 2022 لازلنا إلى الآن الفرد التونسي والمواطن التونسي والشعب التونسي نعاني من اضطرابات في الهوية. إنسان التونسي كي يقعد قدام المروار ما هوش عارف روحه شكون، وأنا هنا نتحدى أي إنسان يسمع فيه ما فماش شكون تو براتيكمون يقعد قدام المروار ما يسألش روحه السؤال هذا. نشكو من مشكل إنه عندنا المونك نتاع ستابيليتي بسيشيك إي سوسيال، نعتذر باللفظ الدراسية، عندنا نقص على مستوى الاستقرار النفسي والاجتماعي. هناك عدة أسباب، لعل ما بين الأسباب الاضطرابات السياسية اللي عشناها في تونس، الاضطرابات الاقتصادية، الاضطرابات المادية، الاضطرابات النفسية والاجتماعية والستريس اللي يعيش التونسي والكوميون والتراكمات، هذه الكل بعد في حمادي ما نجموش نطلبه ولا نلقاو مواطن تونسي يعيش نوع من الاستقرار. وهيك عليه خلنا ندخل في موضوع آخر، إنه إحصائية كبيرة جدا تتحدث على التونسي الذي يذهب إلى العيادات الصحة النفسية والصحة الاجتماعية. التونسي راهو بالحق قاعد يمشي ياسر خاطر متقلقين وتعبين به. المواضيع اللي طرحت واللي تحكيت راهي هذه مرآة لعدم استقرار المجتمع التونسي. صحيح كما قال سي حمادي راهو المجتمع التونسي اليوم نعتبره كما هيك البحر الهيج، ما حناش نعيشوا في استقرار باش نجم انا نقول ولا نجم انا نطرح مواضيع على الاقل كمل كيف نبني عليها. اليوم ما نجموش لازم ننكروا انه وضعيه متازمه كلها في البلاد، وضعيه السياسيه الاجتماعيه والاقتصاديه، الكلنا نعيشوا في تروب هذا نتاع بروبليم كبير ياسر. الاعمال الدراميه ماهيش بمعزل عنها، هذا في اجابه لسؤال سي حمادي، في اجابه لي لك صديقتي سهام، وقلت انا مع صديقي حاتم بن حاج اللي نقدموا له زاد كيف تحيه. ولهنا السيناريو الوحيد
الذي كتب بتوافق مع مختصين في علم النفس وعلم الاجتماع هو سيناريو شوف لي حل. ربما هذا ما يفسر النجاح التاريخي للمسلسل. نعم خطره لهنا مش دخلك في الجانب التقني. في صياغة الشخصيات في الأعمال الدرامية أو في السيناريو لازم تكون كتابة الشخصية أو التركيبة متاع الشخصية لازم تكون تركيبة حقيقية بكل أهاتها ومشاكلها النفسية وبكل أنا سميها كل التروب متاعهم وبكل الستابيليتي متاعهم وغير. لازم تكون الصياغة صحيحة ولهنا الصياغة الصحيحة من نجم يعطيها لك والأمخانت هذه من نجم يحطها إلا أذيك ديز إكسبير. وحاتم لهنا في كتابته لشخصية تشوف لي حل كلها إنه هيك علينا نتفرجوا إحنا كلنا في شوف لي حل مثلا مش واحد ما يشوفش روحه في شوف لي حل. أو ما يسمى نوسيون دابارتونونس منطق الانتماء. اليوم كل بوك يتفرج يشوف لي حل يشوف روحه في دور سليمان الأبيض. كل امرأة كي تحل التلفزة تحل يشوف لي حل يشوف روحه في دور صديقتنا الجميلة الشيحي زينوبة. زينب كيف كيف كل ميمة ولا جدة كي تحل التلفزة تشوف روحها في دور العظيمة منى نور الدين والصغار اي والصغار ولهنا بالله زاد كيف كيف نترحموا على ابنة السيدة العظيمة والعظيمة نور الدين منى نور الدين زاد كيف كيف اللي وفاتها المنية الأسبوع الفارط. معناتها هنا الحبكة بتاع السيناريو والطريزة المزيانة في صياغة الشخصيات وحتى صغار كيف ما قلت أنت ياسيم. وهذا ما يفسر النجاح أو تواصل نجاح شوف لي حل نعتبره أنا ما بين فلتات الأعمال الدرامية كما علي ودم تراكي زاد كيف البقية منحوت في الذاكرة الجماعية وسيعتبر ما بين الموروث الثقافي للبلاد التونسية. لكن نقطة أخرى زاد كيف هناك نوع من النوستالجي أو نوع من الحنين إلى الأعمال الدرامية السابقة لأن الأعمال الدرامية السابقة كانت تواكب خصوصية العائلة التونسية. الناس كلنا نتفرجوا مع بعضنا. للأسف حاليا العائلة ولات ما عادش تلم قدام التلفزة. اللي كنا قبل خاصة الجينيراسيون تاعنا احنا سيام والجينيراسيون تاع سي حمادي الكل كنشق الفطر كنا نعملوا هيك الطاولة والميدة خلينا نسميها بلغة نحن اللوطة على تلفزة واحدة قناة واحدة ومسلسل واحد الكل ونتبعوا. المنتوج كان منتوج راقي ومنتوج لا يخضع لإيحاءات جنسية أو لعنف جنسي أو لإيحاءات مشومة بلغة نحن وكلنا نتفرجوا به. زاد لازم نفهموا ثم معطى مهم ومهم جدا حتى المنتجين سي حمادي فهموا اللعبة وعرفوا انه اليوم ما عادش نتفرجوا على التلفزة. عرفوا اليوم الصغار ولادنا واخواتنا الصغار والمراهقين والشباب يحشم بين ظفرين مش يتفرج في التلي ولا يدخل للبيت ويحل الكونيكسيون ويحل الريزو سوسيو ويتفرج. عملوا بلاتفورم حتى هو ايفكتيفمون برافو سيدي. دونك قال يا اخويا خلينا نحضر له انا بلاتفورم خلي يتفرج ندخل له انا في الترابيا وتفضل وتفرج عندي انا من غير ما تقلق روحك. دونك فهم المارشي وفهم التران وفهم المود للاسف الشديد ولا خطرك هيك التاثيرات باش تتواصل اول حاجه باش تتفكك هكا اللمه بتاع العائله ساعه باش تفكت فوالا تفكت بالحق. وثاني حاجه باش يتواصل التاثيرات معناها نتاع هالرسائل اللي باش يولي صغير سامحني سي معاذ باش يولي صغير يتفرج فيهم وحده توا لا عاد كبير. اليوم الكونترول بارونتال كان قبل او الرقابه الابويه اللي موجوده وكانت عندنا التلفزه والبو كان موجود وبرا نتجاوز شويه في التسعينات كانت عندنا البي سي وحتى كان بي سي البو نجم يدخل ويتفقدك والاورجينيتور قبل كانت تتحط في بيت الصاله ولا في بيت القاعده احنا نقول ولا في البيت تلم جماعه الكل. اليوم بالتابلت والتليفون ما عادش تنجم تراقب ولدك ولا صغيرك. سامحني انت تبدا شد بيتك ولا بيت النوم ولا الصاله ولا مع زوجتك وطيب ولا تعملوا اي حكايه ولا تخدم وانت ولدك ما تعرفش عليه ولدك بحذاك مغريب عليك. صحيح. ما يسمى الاختراب النفسي اللي قلناه قبل في البكالوريا في الاداب. اليوم ثم اختراب نفسي ثم اختراب عائلي ولدك بحذاك ميم با 50 سنتيم بحذاك وما تعرفش المضامين اللي قاعد يتفرج فيه. باهي سي معاذ كيفاش يتفرج تفضل. باهي سي معاذ نختم معاك بسؤال ورجاء بايجاز اقل من دقيقه. احمد يقول لي راك فت الوقت ما عادش وقت سينو شنو هو الحل اللي تراه باش نرجعوا للمضامين الراقيه؟ ترى انه لازم نعملوا رقابه على المواضيع على الظواهر اللي يتناولهم والا لا مجال للرقابه على الاعمال الابداعيه والدراميه؟ اعمق من هذا برشا. دعنا نتحدث اليوم على ثورة فكرية ثقافية. اليوم إذا بدلت من الثقافة ومن الفكر بصفة عامة تقول شكون مسؤول عليها؟ معاذ نقول لك الثقافة في مرحاها الكل مسؤول عليها البرامج التعليمية العائلة المجتمع الشارع. اليوم التونسي يعيش في تصحر ثقافي معرفي أخلاقي تربوي حتى لو كان تقدم له برا فيلم مزيان ويعمل 66 كيف لا بقى. أعطيك حاجة حتى سامي الفهري
تقدم تاجل حاضرة، نعتبره أنا ما بين المسلسلات الراقية جدا، إلا أنه لم يحظى بنسب مشاهدة كبيرة، وكان ما كملش الجزء الثاني والثالث. اليوم عندك بلاتفورم وعندك أرضية متاع ابتذال، عندك الشعب يحب نوعية هيك، وبقى أكيد مش نعمم، أما بأغلبية كبيرة من المراهقين لما تعطيه برودوي اللي تحب. اليوم لازم نفسخوا هذا الكل، نؤسس لثورة فكرية. راهي فرنسا ما تبدلت، صحيح قامت الثورة متاحة في سنة 1789، لكن حبت لها 40 و50 سنة ما تنجم تبدلت إلا عن طريق جيل إصلاحي، مونتسكيو، جون جاك روسو وغيره. اليوم معناش طالبين نقعدوا 50 و60 عام افيك لي ريزو سوسيو بالإنترنت، وفيكم أنتم السادة الإعلاميين المبجلين، السادة الإعلاميين يحبوا يقدموا رسالة تربوية إعلامية صحيحة، تضافر الجهود الكل، الدولة زي ذا كيف مؤسسة الدولة، العائلة، المجتمع، المختصين إلى غير ذلك. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ معاذ بن صير، مختص في علم الاجتماع، نشكرك برشا على تدخلك معنا لتحليل المضامين الإعلامية في المسلسلات الرمضانية. نشكرك برشا سي حمد البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. تحية الأمن بخيت أحمد المخلوفي في الأخراج التقني، سيف بولعريس في الديجيتال، أنسة الهميمي في ستوندار. كنت معكم سهام حمدي من الصنهار حتى التوافي ريكاب ميدي. نتقابلوا إن شاء الله نهار الاثنين في ريكاب جديدة في لمن. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة، تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي. يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فهم.